تهتف تنظيم المتطرف روسيا مؤخرا، حيث طلب تنظيم المتطرف المسلحين بتركيز أهدافهم على روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيديو أصدر يوم الأحد الماضي. يستغرق الفيديو نحو 9 دقائق، وتم نشره عبر حساب مسلح للتنظيم المتطرف على موقع على الإنترنت. وفي هذا الفيديو أصدر الرجل الملثم في سيارة كلمات تهديد ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما طالب مسلحي التنظيم المتطرف بشن هجمات على روسيا. ولم يتم التأكد من حقيقة الفيديو حتى الآن، إضافة إلى عدم معرفة لماذا أعلن التنظيم المتطرف عن خططه لشن الهجمات على روسيا. لكن وسائل الإعلام الأمريكية أفادت مؤخرا أن روسيا والولايات المتحدة تناقشان التعاون في مكافحة التنظيم المتطرف وفروع تنظيم القاعدة.